عارفه من فتره او عارفه من زمان، ولكن ما كنتش عايز اتكلم فيه الحقيقه، لغايه لما لقيت ان في بعض الانديه بتعمل ايه، بتستهزأ بلاعبتها، باللعيبه بتاعتها. انا بلعب في نادي اكس من الانديه، بيطلع او بيحصل ايه، بيحصل ان النادي بتاعي بيستهزأ بيا وبيطلع لي صور وبيطلع لي كذا وبيطلع لي كذا وبيطلع لي كذا. فانا لما لقيت كده الحقيقه عايز اقول لحضراتكم موقف حصل في صفقه المدافع محمود متولي، مدافع النادي الاهلي. والموقف ده انا مصر ان انا اقوله لحضراتكم، على الرغم من ان انا اتقال لي ما تقولوش، ما تتكلمش فيه، ما تتكلمش فيه خالص، لان دي حاجه خاصه بالنادي الاهلي او بالكابتن محمود الخطيب تحديدا الحقيقه. ولكن انا لازم اقول الموقف ده علشان لعيبه مصر والجمهور المصري بالكامل يعرف ماذا يحدث داخل النادي الأهلي، وكيف يعامل النادي الأهلي صفقاته، وكيف يتعامل مع الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة والأندية المحترمة. خدوا بالكم من الكلام اللي أنا بقوله ده، لأنه كلام مهم جدا جدا جدا. أولا أحكي بس لحضراتكم الموقف. طلب من النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب أن ينتظر على محمود متولي وما يتعاقدش معاه خلال هذا الموسم. طلب من الكابتن محمود الخطيب أن يتم التعاقد مع محمود متولي في شهر واحد اللي جاي. ليه؟ علشان ما نادي الإسماعيلي ما ياخدش فلوس. أنا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصراحة، لأن محمود متولي في شهر واحد هيبقى فري، وبالتالي نادي الإسماعيلي مش هياخد فلوس. عشان بس حضراتكم أو الناس اللي بتسأل دايما، أو الناس اللي دايما عايزه تعرف يعني ايه قيم النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنتعلمها من مجلس ادارته. كابتن محمود الخطيب لما عرف الموضوع ده، عارفين حضراتكم عمل ايه؟ قال النادي الاسماعيلي له حق في هذا اللاعب، النادي الاسماعيلي هو اللي عمل هذا اللاعب، النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي محترم ونادي يملك مجموعه كبيره جدا من الجمهور في مصر، وله محبينه في كل أنحاء العالم مش في مصر فقط، وبالتالي احنا لن نخسر جمهور النادي الإسماعيلي. احنا كمجلس إدارة نادي الأهلي وكمشرف على الكرة في النادي الأهلي، لا، أنا هاخد متولي دلوقتي وهدفع فيه الفلوس اللي النادي الإسماعيلي عايز، طبعا بالتفاوض يعني بالكلام، أنت عايز 5، لا أنا هديك 4، لا 3. قالك أنا هتفاوض مع النادي الإسماعيلي وهدفع للنادي الإسماعيلي، لأن من حق النادي الإسماعيلي إن هو ياخد فلوس في محمود متولي. ما هو ده الكلام اللي انا عايز بس اقوله لحضراتكم. وانا عارف الكلام ده مثلا بقالي اسبوعين تقريبا او اكتر شويه، لانه طلب من الكابتن محمود الخطيب ان هو يستنى لغايه شهر 6 او شهر 1 القادم. ولكن احتراما لجمهور النادي الاسماعيلي ولمجلس اداره النادي الاسماعيلي، رفض الكابتن محمود الخطيب، وقيم واخلاق النادي الاهلي خلت الكابتن محمود يرفض هذا الموضوع، وأصر على أن هو يحصل التفاوض كالعادة بشكل طبيعي. احنا عايزين محمود متولي، وبالتالي محمود متولي هيجي، يبقى احنا عايزين ندفع، النادي الإسماعيلي عايز مثلا 10 جنيه، لا احنا هنديله 7، ويتم التفاوض بهذا الشكل. هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر، هو ده الفارق ما بين أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وأي حاجة أخرى. وخدوا بالكم الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا ما كنتش عايز أقوله، انا قعدت افكر كتير قوي الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، لان انا كنت يعني شفت الموضوع، عرفته يعني، فانا عارفه بقالي اسبوعين. تخيل حضرتك ان انت قد ايه، وبيقول لك اصل العلاقه دايما ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي مش عارف علاقه ايه. بالعكس، بالعكس تماما. النادي الاهلي عندما يصر على شيء، عايز محمود متولي، كان ممكن جدا يستنى الخمس ست شهور دول، وبعد كده خمس ست شهور ايه، هم 5 شهور، ويجيبه. ولكن إصرار الكابتن محمود الخطيب على أن يكون هناك منفعة للنادي الإسماعيلي، لأن النادي الإسماعيلي نادي كبير وجمهوره محترم، وبالتالي رفض كابتن محمود الخطيب هذا الاقتراح. أنا ما حبيتش أن أنا أقول لكم هذا الكلام يوم حلقة محمود متولي، لأنه في النهاية كل اللي يهمنا أن احنا نصدر القيم والأخلاق اللي ماشية في النادي الأهلي.
وهناك برضو بروتوكول اتعمل ما بين النادي الأهلي والإسماعيلي بسبب أشياء كتير. طبعا عرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هذا الموقف من هذا الرجل المحترم كابتن محمود الخطيب. وأنا الحقيقة اتقال لي ما تقولش ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، ومش عايزينك تتكلم في الموضوع ده خالص لأنه يعني حاجة شخصية أو حاجة تخص النادي الأهلي وإحنا مش عايزين حد يتكلم فيها. ولكن أنا أصريت إن أنا أتكلم. سبحان الله بشوف حد بيعمل حاجة ليست جيدة لازم أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل من الناحية الجيدة، إيه اللي بيحصل من الناحية الكويسة. هو ده النادي الأهلي، هي دي قيم النادي الأهلي، هي دي أخلاق النادي الأهلي متمثلة في رئيس مجلس إدارته. كل مجلس الإدارة الحقيقة عندما عرض عليهم هذا الموضوع الكل وقف وقال لك لا طبعا النادي الإسماعيلي ده نادي كبير وجماهيرية كبيرة، وبالتالي رفض مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب المشرف عام على كرة القدم إن متولي يجي ببلاش في شهر واحد القادم، وقالوا لا من حق النادي الإسماعيلي إن هو ياخد فلوس، من حق النادي الإسماعيلي إن هو يدعم فريقه، من حق جمهور إسماعيلية إن هم بيحبوا ناديهم، واحنا عايزين النادي الاسماعيلي ينافس على كل الالقاب. مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص، كل الاحترام وكل التقدير لكل الانديه، وبالتالي هذه هي طريقه التعامل من مجلس اداره النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب المشرف على كره القدم في اي صفقه هو بيتعامل فيها، في اي صفقه هو بيتعامل فيها.